لمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول أو عبر الهاتف عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة دكتور صلاح الدين الحموي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. مرحبا دكتور صلاح الدين. من خلال تصريحات ولاية بشأن تمسك طهران باللقاء في سوريا أو البقاء في سوريا رغم المطالب الأمريكية بالانسحاب من هناك، هل تجد أن هذه التصريحات ذات تأثير على الأرض في ظل تواجد الميليشيات الإيرانية؟ يعني أولا قصة وجود الإيرانيين في سوريا طبعا كانوا دائما يدندنون على قصة أنهم أتوهم بطلب من حكومة بشار الأسد، وأحيانا ينكرون على أنهم موجودين إلا على شكل استشاريين. يعني التصريحات المتضاربة للمسؤولين الإيرانيين خلال فترات سابقة. نعم ألو. نواصل معك دكتور عن هذه التدخلات والنفوذ الإيراني، إلى أي مدى بإمكانها أن تضع حد في ظل هذه المطالب الأمريكية؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع صلاح الدين الحموي، لا أدري إن كنت تسمعني. أنا أسمعك الآن، غاب صوتك والآن أسمع. نعم، كنا نتحدث عن هذه المطالب الأمريكية لإخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا، وما مدى استجابة طهران لمثل هذا المطلب الأمريكي؟ يعني أنا لا أعتقد أن المسألة مسألة مطلب واختياري، يعني طلب منها وتقول لهم حاضر وأنا سأخرج. المسألة مسألة قوة تستخدم ضد الإيرانيين ضمن حدود معينة وضوابط معينة يتشارك فيها الروس من جهة والإسرائيليين من جهة والأمريكيين من جهة أخرى. هذا الأمر ربما متعاون عليه، وربما هي صفقة من الصفقات، يعني دعينا من التصريحات العلنية، ربما بالنهاية هي صفقة أمريكية إيرانية. يعني أنت تعلمين وقناتكم قناة الرافدين العراق الجريح الذي ذبحه الأمريكيون والإيرانيون معا عبر صفقات معينة، ولا تستبعدي أن هناك صفقات مستمرة موجودة على الأرض السورية ما بين الإيرانيين والإسرائيليين والأمريكيين، وهذا الأمر متوقع وليس مستغربا. نعم. وربما يعتبر امتدادا لما يحصل في العراق الجريح الذي أول من فتك به الإيرانيين بالتعاون الكامل مع الأمريكيين. نعم، لماذا الحديث، ربما نتحدث عن المطلب الأمريكي عن إخراج الميليشيات الإيرانية، لماذا الآن بالضبط والميليشيات الإيرانية تنشط منذ سنوات منذ 2013 أو 2014 في سوريا؟ يعني أنا أقول ربما توجد صفقة، أنا حتى نتكلم بمطلق الصراحة، ربما توجد صفقة تتعرقل بطريقة معينة يتم الابتزاز من خلال الطلب الأمريكي لإخراج الميليشيات والقوات الإيرانية في المنطقة. وأنت تعلمين أن المسألة تحركت الآن بشكل كبير، وخاصة بعد أن دخلت إسرائيل على الملف بشكل معلن، لقاءات مع نتنياهو طبعا مع بوتين، لقاءات ترامب مع نتنياهو، التصريحات الكثيرة الإسرائيلية خلال الفترات السابقة، ما عندهم المانع من بقاء الأسد لكن ضمن شروط وضوابط معينة، تحريك الملف السوري خلال الشهرين الماضيين بطريقة جديدة وبظهور الإسرائيليين على المشهد بشكل كبير، هذا الأمر خلط الأوراق من جديد وربما غير كل الخارطة اللي كانت مرسومة في السابق على الساحة السورية بشكل كامل، حتى على الساحة المنطقة ككل، ليس فقط على الساحة السورية.
خلط هذه الأوراق من جديد جعل الأمريكيين يتكلمون بطريقة جديدة والإسرائيليين حتى يتكلمون بطريقة جديدة. الإسرائيليين يتكلمون بشكل صريح ما عندهم مانع من بقاء بشار وهو قد حمى حدوده خلال 50 سنة هو مع والده خلال فترة طويلة. هذه التصريحات تعتبر تصريحات جديدة معلنة، لقد كشفوا الغطاء، ربما سقطت الأقنعة على أن عميلهم الذي كان مستورا وكان يتكلم باسم المقاومة من فترة طويلة هم أعلنوا الآن على أنه شريكهم خلال 50 سنة مع أبيهم. شكرا جزيلا لك دكتور صلاح الدين، المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت. دكتور صلاح الدين الحموي عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.